سؤال أود أن أوجه لجميع الموجودين، وهذا السؤال: لو جاءك خاطب يريد أن يتزوج ابنتك وتعلم أن هذا الخاطب مجهول الوالدين، هل توافق على هذا الزواج أم لا؟ تعقد المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام دريما ورشة لمدة 3 أيام تحت عنوان الإعلام والوصفة الاجتماعية لفئة مجهولي الوالدين، وتتضمن هذه الورشة عدة محاور رئيسية وهي المحور الشرعي والاجتماعي والنفسي لهذه القضية. سنوافيكم وراء الحضور والمتحدثين. يسرنا في المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام دريما أن نلتقي بكم اليوم ونحن نفتتح فعاليات ورشة العمل هذه بعنوان الإعلام والوصفة الاجتماعية لأيتام مجهولي الأبوين، والتي تنظمها دريما في إطار خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم أفضل رعاية للأيتام. حبينا حقيقة نشارك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة المرئية وكتاب الدراما والصحفيين والمخرجين والممثلين، دعيناهم أساس نوضح لهم الصورة أن فئة الأيتام هذه هم أطفال أيتام طبيعيين ولا يتحملون ذنب غيرهم، ولا أن يكون يعني سبب وجودهم نتج عن علاقة غير شرعية، بينما الأسباب كثيرة قد يترك هذا الطفل. فحبينا احنا نبرر ذمتنا ونقول من باب الأمانة نبين لهم نوضح لهم الصورة، لأنهم في النهاية الإعلام له تأثير كبير، فهم يشاركون في تغيير نظرة المجتمع تجاه هذه الفئة. تجد أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل بمبادئ عامة، كل الرسل بعثهم بالتوحيد، بعثهم بالعدل بين الناس وأمر الناس بطاعة الرسل، ومن ذلك أيضا الإحسان إلى اليتامى، ومن في حكمهم. ما هي وجهة نظر الإسلام في قضية تبني الأيتام وخاصة الأيتام مجهولي الوالدين؟ بالنسبة لمصطلح التبني أو لفظ التبني في الإسلام غير جائز، حكمه الفقهي والشرعي غير جائز ممنوع لعدة أسباب. أولا لأن التبني وأبطلها الإسلام، يعني كان يسمى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم فأبطل التبني، لأن التبني يقوم على عدة أمور. أول شيء يقوم على الخداع وتزييف الواقع وعلى الكذب، يعني يأتي واحد بولد أو بنت ويقول هذا ابني، ثم يكون له ما يكون للابن الرسمي أو الشرعي للأسرة، هذا ما هو صحيح، لذلك أبطلها. لكن لما أبطل عادة التبني فتح باب الكفالة، كفالة اليتيم ومن في حكمهم. دائما الفقهاء في الدين الإسلامي عباراتهم فيها من الرحمة والعطف واللين، الشيء الذي يبدو لكل الناس. لذلك قالوا اليتيم ومن في حكمه، من في حكم من هو؟ هو مجهول النسب أو اللقيط مثل ما يسميه البعض. أغلب الرسالة تكون عبارة عن شفقة وعطف واستدرار المشاعر لهذه الفئة، صح ولا لا؟ وين تغيير إذن؟ أي تغيير بتعامل أنا فيه؟ إذا أنا أقول يا جماعة حرام عليكم عطفوا عليهم، والله هذه المساكين، والله ما لهم ذنب، حليلهم والله. هاي رسالة، هي رسالة ممكن تغير؟ يا إخوان ما تغير. لا تغير الفكرة الداخلية أكثر ما أضرب الجهاز العاطفي. أنا ما أبغى أضرب الجهاز العاطفي، أبغى أضرب الجهاز الفكري. أضرب منابع التفكير والصورة الذهنية القالب الفكري في التعامل مع هذه الفئة. هذه الورشة تتعلق في مفهوم إزالة الغبش والضبابية حول هذه الفئة التي تعرضت للمزيد وللكثير من الضيم والظلم والنظرة السلبية دون أي ذنب لها. لا شك أن هذه النظرة هي نتيجة عادات موروثة وثقافة مجتمعية ترتبت بناء على ممارسات قديمة مستمدة من أفكار دينية وأفكار اجتماعية ونفسية وسلوكية. تشكلت هذه الصورة بناء على النسيج الاجتماعي في المنطقة العربية، لذلك نجد هنالك بون شاسع بين المجتمع الغربي في تقبل هذه الفئة وبين المجتمع العربي في تقبل هذه الفئة، وهذا الذي أوجد تلك الفجوة في التعامل مع هذه الفئة بالتحديد. صور لنا صورة اليتيم في الأدب وفي الدراما، ويزاهم الله خير ما قصروا، مفتوح باب النقاش للأستاذ الكاتبين الروائيين. لما يكون الطفل
أو الطفل موجود في المجتمع متوافق نفسيا نؤدي به بنهوض أفراد الموجودين في المجتمع ينهض المجتمع، وإحنا نهتم بكل الموجودين على أرض هذه الأرض، على أرض هذا أرض دولة قطر، على الموجودين على هذه الأرض الطيبة، نهتم بأبنائنا سواء كان أبناء أيتام أو أبناء معروفين النسب، أبناء مجهولين النسب، أبناء أبنائنا في المدارس، أبنائنا في الجامعة، نهتم فيهم لأنهم هم الركيزة التي نرتكز عليهم في المستقبل. أربع فقهاء، فقهاء كثير، لكن الأربع الله كتب لهم انتشار وقبول وبقيت مذاهبهم إلى هذا اليوم. ثلاثة منهم أيتام، الله يعطيهم الصحة والعافية، كان الموجودين ناس وشرحها وتكلموا انزين، وممكن انه يعطي فيها توعية وفيها ارشاد حق الناس اللي ما عندهم خلفية عن هذه الفئة. ونتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان المجتمع كلهم تتقبلهم ويكونون نفس كل فرد في المجتمع، ما يعتبرونهم أنهم فئة خارجة أو فئة يعني منبوذة. المفروض أنه يكونون جزء لا يتجزأ من كل فرد في المجتمع. تختتم مؤسسة دريما ورشتها الموجهة للفئة الإعلامية، والتي تتمنى من خلال هذه الخطوة أن تساهم في تغيير النظرة الاجتماعية للأيتام مجهولي الوالدين. يوسف محمد، صحفي ناشئ من مركز الدوحة لحرية الإعلام.